عندك بوكي ورد من داني شمعون مشترك كان بستار اكاديمي. بعت لك نطلب من الرب ياخذ من عمرنا ويعطيك ابو مجد. طب شو زعلان؟ لا بوكي ورد باخذ ورد لحضرتك. بدي بس اتشكر راسم هذه اللوحه كمان ويليام عبد النور اهداني هذه اللوحه لإلي. انا بشكرك كثير الفنان التشكيلي ويليام عبد النور على هذه اللوحه. هيدي ويليام عبد النور رسم الخمس عناصر يلي هي اساس برنامج المايسترو يلي هو النار الروح الريح المي والارض. باي عنصر بتلاقي حالك اكثر؟ بالمي بالروح بالريح بالارض او بالنار؟ بالارض. بتحب اكثر؟ اوكي. الكوين وين الكوين بايدك؟ هيدا من نص قلبك. انت رح تعمل امنيه صحيحه. هي لك عاديه هيدي لك حطها عندك. الكارت اللي باقه الوان. شو بدك هلا؟ اللي اعطيني امنيه هلا من نص قلبك. من نص قلبي؟ ايه. ما تقوع طيب ثلاثه اللي قبل مو المعروف. كنت بتمنى ما كنتش فنان. شو تكون؟ مشي. ما فيك تكون ماشي. رح تكون ما كنت بصال هالاشياء اللي بصلها الانسان بيتعب كثير وما بيكرموه ببلده الا ما بعد ما يموت. يعني حبة الناس. يعني تخيل انت غيرك بيعرف قيمتك بعد ما تفل، غيرك بيعرف قيمتك مش انت. يعني اولادك بيعرفوا انك انت كرموك. هذه كثير بشعه. جزء من تخليد الكبار انه ذكراهم بتعيش من بعد رحيلهم بعد عمر طويل. اذا عملوا شيء ليك بيتهوفن ليك اذا عملوا شيء. انت عملت ابو ماجد يا سيدي. مش عم بحكي 3400 لحن. ليك انا بدي خبرك شغله، كل الفنانين اللي عم يشاهدوا اليوم كانوا والمشاهدين بيعرفوا تماما اذا عملوا اختبار لقلبك بيعرفوا انه بيحطوا الورقه بتطلع صافيه 100%. كل الناس اللي بيعرفوا انه الفوعه اللي بتفوعها بتفوعها المحبه. وانه انا بعرف كمان من البريك بتقلي انه قلبك عليهم وبتحبهم. بتحبهم قلبي كلهم. على الفن اللبناني. قلبي على الفن لانه انا بعرف غيري الكبار اللي رحلوا من الدنيا بعرف شو تعبوا لعملوا فن وعملوا اغنيه لبنانيه بالذات. نحن كنا نغني بغدادي هيك مويل بغدادي ما بس. يعني هول جماعه تعبوا لعملوا فن تيجي اشخاص مثلا ما يحترمون ما يعرفوا قيمتهم. هذا اللي انا مضايقني. هذا البلد ما حدا معه. هاي مشكلة لا بالفن ولا بالسياسي ولا بشيء. تفضل معي إلى متحف المشاهير. على الإكسون لو سمحت أبو مجد. أيوة. في عنا بمتحف المشاهير فنان أو شخصية سياسية أو تاريخية، قائد، زعيم، مبدع، شخصية بصمت بالتاريخ. اليوم اخترنا لك نحن شخصية كمان. بدي اطلب انه توقف على اول درجة نبرم الشخصية حتى تقدر تحكي معها. هيك مزبوط؟ بعد النص لو سمحت. ايوه يلا لو سمحتوا نبرم ال انا بدي اعد ولا انتوا بتبرموا؟ متحف هن لوحدهم هلا بتبرم الشخصية. جبران خليل جبران الفيلسوف والمفكر والأديب اللبناني الذي غزا العالم. شو بدي أقول عنه؟ مين بيقدر يقول عنه شيء؟ شو بدك تحكي مع جبران؟ شو بدي أحكي؟ يعني أنت من رجالات هالبلد يلي تركوا أثر كبير. بيعرفوا قيمتك بامريكا اكثر ما نحن بنعرف قيمتك هون بلبنان. شخصيات هالبلد دائما نهايتهم مش منيحه. ما حدا بيهتم فيهم ولا بيهتم باعمالهم. بعد ما يفلوا بصيروا شغله بنظرهم.
الله يرحمك، ما في كلمة حكيتها إلا ما طلعت صح. شكرا للمبدع اللبناني ملحم بركات، وتحية إلى روح جبران خليل جبران. ملحم بركات، بدي إياك ب 30 ثانية توجه رسالة لفخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان. وين صورته؟ ما بدي صورته، صورته بالقلب. فخامة الرئيس بدي إياك تقول له لإله على الكاميرا. طيب ليه مش حاطين صورته أنتم مثلا على على عندنا صورة لفخامة الرئيس بكل الدوائر الحكومية؟ ما أنت هون كمان دائرة حكومية. في صورة طلبتك أوامر أبو مجد. طلب طلب وني هلا تعرف احكي معه. كيف بدي احكي هيك؟ رح تحكي معه ورح نحط الصوره. فاجئتوني بجبران. ما شو بدي احكي عن جبران؟ جبران مبدع لبناني. بعرف بس فاجئتوني في صوره الرئيس. من بعد الشريعه الطويله عريضه بعد في اعصاب صوره الرئيس ميشيل سليمان. وقف هون. ايوه يا فخامه الرئيس، اوعى تصدق حدا إذا قال لك إنه ما في حد قليل اللي بحبوك بلبنان، بالعكس كل الشعب اللبناني بحبوك، بيموتوا فيك، وأمل كبير فيك، لأنه في خير بوجهك، في بركة، في عائلة، في أولاد. بعدين أنا بحترمك كثير لأنك مؤمن جدا، مؤمن بربك، مؤمن جدا. قديش فيك تشتغل لهالبلد لهالشعب؟ اشتغل. بعدين بدي أقول لك شغلة معلش. وقت اللي عملت ضابط عطوك سيف، وينو هالسيف؟ احمله بايدك. كل واحد عم بيشرق ضد هالبلد واللي عم بيسرق مال هالشعب، مال هالبلد، تعالوا ايديه. بس لا، شو بدك بهالشغله؟ لانه يمكن يبقى لي شو 4-5 بس. نحن بنحيي فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان، فخامة الجمهورية، رئيس الجمهورية اللبنانية. لو سمحتوا نرد صورة الرئيس إلى مكانها لو سمحتوا، هو دائما في القلب.